الذين تأتيهم ابتلاءات لا يعرفون أسبابها. يعني هذا الرجل ابتلاءات متواصلة، سيارته، ابنه، بنته، زوجته، مصائب كبار ولا يعرف لها سببا. مثل أحد الأخوة اتصل بي البارحة يقول يا شيخ سنة وشهرين بنتي لا تأكل الطعام، عملت لها كل شيء حتى منظار، كل شيء يقول لي سليم. فمثل هؤلاء المبتلون بابتلاءات لا يعرف لها سبب ظاهر، وصيهم بصلاة الضحى. لماذا كل هؤلاء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، والأوابون هم التوابون. ليش التوابون؟ نعم، أوصي به من بينهم وبين زوجته عائلات مشاكل، لأن الأوابين هم الرجاعين إلى الله، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة، كما أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب. فصلاة الضحى توبة، ولذلك من عنده معصية لا يستطيع أن يتركها نقول صل الضحى، داوم على صلاة الضحى، تعينك بإذن الله على أن تترك أي معصية مهما كان. مرة جاءني أحد الإخوة وقال يا شيخ أنا واقع في بلية لا أستطيع أن أتركها. قلت ما هي؟ قال وصى أبي وصية قبل أن يموت فحرفت في الوصية. هذا التحريف أدخلت به أموالا ضخمة علي، وأنا في هذا المال لا أستطيع أن أخرج، بيتي وسيارتي وشركاتي كلها من هذا المال. فقلت له بكل صراحة أنت تمسي وتصبح فيما حرم الله جل وعلا، لا أرجم أن تتوب. قال لي ما أستطيع أن أتوب. قلت صلي الضحى. قال سبحان الله، أقول لك أنا عندي أموال. قلت له صلي الضحى، داوم على صلاة الضحى، ستكون من الأوابين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلاة الأوابين حين ترمض الفرصة. كذلك الإخوة المبتلون، لأن هذه الابتلاءات الله يقول عنها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة، هذه صلاة توبة. ولذلك اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ثم صلى ركعتين ثم قال أستغفر الله، صلى ركعتين بعد الذنب وقال أستغفر الله، غفر الله له، أخرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم وإسناده صحيح.